إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يرحلون الكرماء والأوفياء والنبلاء والكبار في القدر والمكان، يكون لهم الأثر الكبير في نفوس قبائلهم ومحبيهم. وها نحن اليوم نفتقد ركنا من أركان قبيلة قحطان عامة والجحادر وآل سويدان خاصة. إنه الشيخ عشق بن زيد بن عرمان آل سويدان رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. ومن باب ذكر محاسن الأموات، فإن الأخيار يموتون وتبقى ذكرهم خالدة في أذهان من عرفوهم وجالسوهم. وعندما يذكر اسم الشيخ عشق بن زيد بن عرمان رحمه الله صاحب الأيادي البيضاء في جميع ما يتعلق بإصلاح ذات البين، وصاحب الباب المفتوح، وصاحب الكرم والجود، وقاضي حوائج الناس والمحتاجين، وصاحب الجناب الطيب وحسن الخلق، ويعد رحمه الله مدرسة في الأخلاق والعلم والإصلاح والفزعة، هامة وقامة، أرث مجدا وأحيا مجدا، يسجل تاريخه بماء من ذهب، رحمه الله وطيب ثراه. ولن ننساك ما حيينا، ولن ننساك من صالح الدعاء. خلق شامخا ورحل شامخا أبا زيد صاحب العسوة المعروفة أخو نبوة. ويبقى العوض في الله ثم في أبنائك الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.